الهدف من هذه الأمسية لم الشمل ويكون يكونون مطلعين على توجيهات دولة الرئيس بالبرنامج الحكومي اللي أصدره الرئيس في تشكيل الحكومة والإنجاز اللي واضح على أمام الرأي العام وأمام الشارع باتجاه حكومة السيد السوداني. وإحنا بالنسبة لنا كعشائر ندعم ونساند حكومتنا ونساند الدولة في كل توجهاتها لخدمة المواطن. اليوم لاحظت بين عشائرنا، لاحظت الثقة اللي موجودة بين الأجهزة الأمنية وبين المواطن، طبعا عكس اللي كانت قبل 2014. كانت نكون صريحين، كانت أكو أزمة ثقة بين الأجهزة الأمنية والمواطن، والآن لاحظت الثقة الموجودة، وهذا نعتبره إنجاز. هذه يعني نعتبرها الثقة اللي وصلت المواطن لهذا المستوى، وإن شاء الله الإنجازات والأعمار قادم لخدمة محافظتنا ولخدمة بلدنا. أقدم تحياتي واحترامي إلى قناة الموصلية المحترمة، قناتنا الأصيلة، والتي تفضلت إلينا بالحضور في مدينة الحب والسلام، مدينة أربيل الحبيبة، وتحديدا في بيت الشيخ أنور الندع الهيبي مستشار دولة رئيس الوزراء المحترم، والذي حضر إليه في هذا اليوم عدد كبير من رؤساء القبائل والوجهاء وكبار القوم من محافظتي نينوى وصلاح الدين ومن مدينة أربيل ومن جميع أنحاء كردستان، وذلك بمناسبة العشر الأواخر من شهرنا الفضيل. نطلب من الله سبحانه وتعالى أن يعيده على الأمة الإسلامية والأمة العربية وعراقنا الحبيب، وهو يرفل بالعز والسلام والخير والسؤدد. في أمسية رمضانية جميلة في مدينة أربيل، مدينة الأخاء، مدينة التعايش، أقام الشيخ أنور الندى الهيبي مستشار رئيس الوزراء لشؤون العشائر المحافظات المحررة مأدبة أفطار كبرى، دعا فيها الشخصيات السياسية العراقية متمثلة بالأستاذ محمود المشهداني رئيس البرلمان العراقي الأسبق وعضو البرلمان الحالي وأعضاء وعدد كبير من أعضاء البرلمان العراقي، والشخصيات من الدولة العراقية والشخصيات الكردية من الساسة الأخوة الأكراد. وتخللت هذه المأدبة لقاءات ودية تناغت بحب الوطن والتآلف، وهذه ليس المرة الأولى يقيمها الشيخ أنور، ودلت على شيء تدل على روح وتفاني هذا الشخص اللي جمع. هي الغاية ليس يعني المعنى بالإفطار، وإنما الغاية هي جمع كافة أطياف المجتمع العراقي، وحتى حضر المأدبة من أخوان المسيحيين في هذه المناسبة الجميلة.